قال لك لا تجوز المقاطعه الا باذن ولي الامر. ما دخل ولي الامر بالمقاطعه؟ ما دخل ولي الامر انني اشتري من من شئت يعني اترك من شئت؟ هذا انما امر غريب. يعني اقوى بينزلون ولاه الامور منزله الالهه، وهذا مش امر مشكل. امر مشكل ان تنزل ولاه الامور منزله الالهه. ولاة الأمور بشر مثلنا، لهم علينا حق ولنا عليهم حق، إن تنازعنا نحن وهم في شيء فنرد الأمر إلى الله والرسول إن كنا نؤمن بالله واليوم الآخر. إن كنا نؤمن بالله واليوم الآخر. أما الطاعة المطلقة لولاة الأمور ليست من شأننا أبدا، إنما الطاعة في المعروف كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وما الواجب علينا نحن وولاة الأمور إذا اختلفنا؟ إذا اختلفنا ماذا نصنع؟ نرجع الأمر إلى كتاب الله وسنة رسول الله. تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. لا نطالب بخروج على حكام، وفي ذات الوقت لا نطيعهم في المعصية أبدا. بارك الله فيك. سيشتبه أن مقاطعة السجائر الفرنسية تحتاج موافقة ولي الأمر؟ طبعا طبعا لا تحتاج. طبعا الله يبارك فيك. بل نحن نطالب ولاة الأمور أن يستبدلوا شراء الأسلحة وغيرها من الدول المحاربة إلى دول غير محاربة.